السلام عليكم خوتي، معكم مرايد في دوزيام تيست رايد عندنا فلاشين كاوازاكي زد 2015. هذا حتىكم عارفين الموتور ديالي، ولكن هاد المره غنديروا تيست رايد، يعني غنحاولوا نهضر عليه اكثر بشكل تقني، ماشي غير نبقاو ندورو وصافي، يعني غنهضروا عليه بشكل اكثر ونشوفوا الايجابيات ونشوفوا السلبيات ديال الموتور. شي واحد لا بغى يشريه وهادي يعرف موتور ياخذ عليه فكره، حتى لا بغى يقارنه مع شي موتور اخر. هادشي اللي غادي نتعرفوا من بعد الانترو. ياو خوتي، مرحبا بكم من جديد. نزيد نتعرفوا على الموتور عن قرب. هذه كاوازاكي 2015، هذه ديوانه ماشي دبل في ماروك، هذه فيرسي نورمال فيها 113 ديال الخيل. كاينه فيرسي اوروب اللي فيها 95 ديال الخيل، هذيك كتكون توب سبيد ديالها تشد شي 215 220. هذيك بحال اللي كنت داير انا خاصها غير اوروبا، هي الاوك خارجه في 2016. هذه فيها البو اس بروجيكت، بو اللي خطير خطير بزاف، فيه شي تبرق شي تفرقع اش غادي نقول لكم. هذه ابي اس كاينه في 2014، فيرسي بلا ابي اس، فيها البياس ديالها ديال السيلفر حيت جايه مع اللون الابيض. نوريكم بياس اخرى اللي فيها سبورت تليفون وداك الشيء، قبضه وداك الشيء ديال الريزرفوار، وفيها هذا الانديكاتور هذا اللي كيعبر لك الفيتاس باش غادي. هذا انا اللي درت له حيت الطابلو ديالها ما فيهاش. فيه في البنو ديال اللور 180 55 17، القدام فيها 120 70 17 انا ما كنظن. المهم دابا تعرفوا على الطابلو عن قرب، نشوفوا شنو فيه، نشوفوا لي زوبسيون اللي كاينه في الطابلو. اخوتي نزيدو نقربوا الطابلو شي شويه، نعرفوا لي زوبسيون اللي كاينه فيه. كما قلنا الفيتاسات ما تيبانوش في الطابلو، هذه انا زدتها لها. كما شفنا السخونيه، كيلومتراج، تريب بي، الساعه، هذا الرونفلاج يطلع وينزل، ليسونس، كيلومتراج باش غادي، صافي بامور، الفار والسينيالات. هنا تشيك موتور لابيس، هاد البلاط لابيس هادي تتبقى ساعه فاش ديماري، يوم بقات تقلع كيخصها تطفى، لا ما طفاتش راه عندك شي بروبليم في لابيس، راه ما قدامش. شوفوا شنو كاين، هادي ما فيهاش لي مود، الموتور اللي ما فيهاش لي مود. نوريكم واحد الحاجه اخرى، واحد الحاجه اللي قليل عارفها ماشي اغلبيه. هذا الرونفلاج هذا كيكون هو نورمالمون حتى يطلع بحال هكا، يطلع بحال هكا، يمكن تبدلو تولي تحكم فيه، بقى يطلع هكا غير شريطها، اولا بقى يجي نازل من الفوق بحال هكا شي حاجه. انا كنفضل هذا، تيبين لك داك الشيء حقيقي. هذا الكونسوماسي ديالها، دابا راه 7.1، حيت جيت بارك شي شويه ما كاين لي 200 وداك الشيء باش. اما هو المتوسط ديالو في وسط المدينه 6 وشي، المهم 6 لتر في 100، وفي الطريق الطويله ما تيفوتش ديك 5 وشي حاجه، نقدر نوصل حتى 4.8 الا كنت كنحاول 120 ونعطيها سيزيام. المهم 5 في الطريق الطويله و6 في وسط المدينه، والمتوسط هي ديك 5.6 هكا. هذا هو اللي تياكل، يعني الموتور اللي تياكل ماكله عاديه، ماشي شي موتور اللي كونسوماسي بزاف. دابا غيبقى لنا اخوتي نهضروا على الايجابيات والسلبيات ديال هذا الموتور هذا، ونسيوه في الزحام ونشوفوا واش موتور لي مانيابل ولا لا، واش مريح في الجلسه ديالو، هادشي اللي غادي نتعرفوا. بقاو معايا. انتما كما كتشوفوا ديك البولات لابيس نقلع، هادي طفى، هاهي طفات، لا هي لا البولة ديال الزيت تيكونو شاعلين غير في بومور فاش غادي تديماري الموتور. هدا الفار، هادي كات سينيال، هانتوما بروميير دوزيام. موتور غنجربوه ان
نشوف واش موتور لي مانيابل ساهل في الزحام وداك الشيء. نجربوا في هذا الزيرو هذا. انت موتور اللي تيدور تيدور في بلايص مضيقه. موتور اللي مجهد كيبقى لنا خوتي نجربوا الموتور في وسط الزحام شويه نشوفوه في الزحام كي كيدير واش يصلح للمدينه ولا لا. الموتور اللي تيدوز بلايص مضيقه زعما كانوا عندي هاد لي بروتيج اللي مكاليين مي هو بالنسبه للموتور مزيان المدينه. سير حاجه الموتور اللي ما عندكش مشكل راه تيدور بلايص بلايص مضيقه تيدخل فيها. مانيابل طوب بس ما فيش ثقه فخينا جواعر واحد الفلان فيه. يا سلام تيحبسك كيما ما كنتي غادي تحس بالموتور تيلصق في الارض تيهبط. الحاجه اللي كتعب في هذا الموتور هو ثقيل بزاف فيه بلا ABS يعني ديك 2014 فيه 229 كيلو. هذه بابيس كنهضروا على ستوندار هذه ABS فيها 231 هادشي بلا لي زاكسيسوار بطبيعه الحال ما تهضروش على زاكسيسوار اللي تيتزادوا فيها هذوك لي زاكسيسوار ديال الريزوما وداك هادشي هذا باش كتبدل البو داكشي راه تقدر تزيد فيه حتى 10 كيلو تقدر تولي فيه حتى 240 راه 240 بالنسبه للموتور اللي ديال المدينه ولي روستر وكذا يعني ماشي ترايل ما والو راه بزاف يعني الثقل ثقيل. والعلو فيه 83 في لوطور دو سيل يعني بنادم فيه بنادم فيه مترو 70 مترو 69 68 ما عندوش مشكل في العلو ديال الموتور يوصلوا القدام ديالو الموتور اللي تجبد بجوج شرادر. هادشي اللي يمكن لينا نقول على هاد الموتور هذا تيبقى لينا التوب سبيد هو الاخر. موطور فيه 800 في الماكينة ولكن اللهم بارك راه ما حطو مع الميل ما تخافش جاي بروحو يعني لاكسيليغاسيون توب سبيد كلشي كيف هذا الموتور يعني علاش انا من وجهة النظر ديالي تنشوف علاش غادي نشري موتور ميل وداك الشيء اللي بغيت في الميل كاين في هذا يعني اللهم ناخذ هذا ناقص كونسوماسيون ناقص سخونية ناقص فهمتوني كنفهمتوني شنو بغيت نقول